أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا شغلتنا أموالنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا وكنتم قوما بورا صدق الله العظيم. Kami informasikan terkhusus untuk para peserta.